في هذا الفيديو راح أوريكم كيف تثبتوا برامج إدارة النوافذ وكيف تضبطوها، فخلوكم معانا. السلام عليكم، معكم أخوكم محمد بلوشي، وفي هذا الفيديو راح أعرفكم على برنامج أوسم اللي هو برنامج إدارة النوافذ، وراح أوريكم كيف تثبتوه وكيف تأخذوا مثلا إعدادات شخص معين وتضبطوه على كيفكم. فخلونا نبدأ. فزي ما شايفين هذا هو برنامج أو سطح المكتب اللي أنا مستخدمه عن طريق مدير النوافذ أوسم. فزي ما شايفين هذه الأشياء فوق هنا، يعني هنا معايا التقويم والويذر هنا، ولكن مو صحيح لأنه مو مستخدم، يعني مثلا الويذر حق المحل اللي أنا عايش فيه له، ولكن أقدر أعدله. زي ما شايفين هنا حرارة الجهاز عندي 23، واستخدام المعالج زي ما شايفين 26% تقريبا، وهذا استخدامي للرام. فزي ما شايفين الرام يعني استخدامه جدا بسيط، لأنه أنا فاتح OBS مصور، وكمان يعني فاتح متصفح، وزي ما تعرفوا المتصفحات تسحب رام جدا كثير زي ما يعني شرحت في الفيديو ذاك، أحط لكم رابطه هنا. فزي ما شايفين ما أنا مستخدم إعدادات ديسترو 2 أو ديريك تايلر. أنا اللي عدلت عليه بس يعني أشياء جدا بسيطة، اللي هي البرامج اللي أنا استخدمها والزرير اللي أنا أحب استخدمها. يعني مثلا لو بضغط سوبر ويكس أحب أفتح بيلو الترمينال، وسوبر كيو أقفل بيلو البرامج. خلوني أعرفكم على وظيفة المدير النوافذ. مدير النوافذ وظيفته الوحيدة إنه يضبط لك أو يرتب لك النوافذ. فعندما شايفين معايا أنا فك الترمينال هنا، لو فك الترمينال الثاني بدل ما يعني يحطها أو يشغلها فوق النافذة دي، يحطها في جهة لحالها. وزي ما شايفين لو تكمل يعني فتح نوافذ كثيرة يصير نفس الشيء. فزي ما شايفين يعني يسهل لك مثلا استخدام النظام. وكمان يعني انت لما تيجي بتفك يعني برنامج في يعني محل ما فيه له برنامج ثاني مفتوح، المفروض ياخذ الشاشة كاملة، ما يكون ماخذ نص الشاشة او في النص يشتغل لك. فمدير النوافذ يخليه على طول فول سكرين اذا ما كان في برنامج ثاني شغال، واذا كان في برنامج ثاني شغال يخليه 50-50، يعني كل واحد ياخذ النص والنص. فهذه الميزة الكبيرة اللي الناس تستخدمه المدير النوافذ. وكمان من الميزات الثانية المهمة جدا زي هذه الميزة حق ترتيب النوافذ اللي هي الورك سبيسز. زي ما شايفين في عندنا 9 ورك سبيسز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وإذا عندك شاشة ثانية نفس الشيء يكون ورك سبيسز ثانية. أنا عندي شاشة ثانية هنا مشغل OBS فيها، عندي يعني مثلا 18 ورك سبيس، فأقدر أفتح يعني مثلا ممكن 18 برنامج كل واحد في شاشة معينة. والشيء الحلو يعني إنه يعني مثلا يعني مثلا لو فاك أنا الترمينال هنا أروح للمتصفح هنا، أروح لمستكشف الملفات هنا. فزي ما شايفين مرة سهولة في الاستخدام. والميزة الثالثة المهمة والحلوة إنه مدير النوافذ أغلب الأحيان يعني أو أغلب الأشياء اللي أنت مفروض تسويها فيلو ما تسويها بالماوس. زي ما شايفين الماوس مو لازم تسويها بالماوس، تقدر تستخدم الكيبورد بيلو. يعني مثلا لو بحول لورك سبيس رقم 5 اللي هو مثلا الفي بوكس، اضغط سوبر او ويندوز كي و5 في الزرير عندي ويحول هناك. لو برجع لاول ورك سبيس اللي هو حق المتصفح اضغط سوبر او ويندوز كي 1 ويرجع لي. ومن الشيء الحلو اللي يعني مثلا يوفر لك هي برنامج أوسم او مدير النوافذ أوسم، انه يعني لو تضغط سوبر اس يطلع لك كل الاختصارات اللي موجودة لك. فزي ما شايفين لو مثلا يعني مثلا بنفك برنامج، فين البرامج انا حاطها؟ هي زي ما شايفين Alt Super B يفك لي الويب براوزر. فيعني لو نضغط Alt Super B زي ما شايفين شغل لنا المتصفح. والمتصفح هذا تقدر تخليه فايرفوكس، تقدر تخليه بريف، تقدر تخليه جوجل كروم، دحين حوريكم كيف. فزي ما شايفين هذا هو المتصفح معانا، وهذه الاعدادات انا اللي غيرته بس هذه الاشياء هنا. والاشياء اللي غيرتها اللي هي هذه الاشياء اللي هنا القوي ابس وترمينال انها تنفتح بالسوبر اكس، هذه الاشياء اللي غيرتها، الباقي الاشياء كلها زي ما هي. خلوني اوريكم بعض الميزات الثانيه. بسبب انه مدير نوافذ المفروض انه يدير نوافذ، فخلوني اوريكم كيف يدير نوافذ. فعندي مثلا لو انت مثلا عندك تبى تسوي شيء في هذه الصفحه
بس بعدين تبي ترجع على الصفحة اللي على اليسار تضغط سوبر اتش يروح على الجهة دي. فلو تلاحظ اللي يعني مثلا انت تستخدم فيم الاختصارات هذه شوية قريبة من فيم، لانه فيم زي ما انتم عارفين اتش يسار يروح، جي ينزل تحت، وكي يطلع فوق، وال يمشي يمين. فهذه هي الاختصارات حقت فيم. فمثلا لو انت مثلا تبغى تخلي هذه الصفحة اللي على اليسار يعني تاخذ مساحة اقل، تقدر تضغط زي كذا مثلا، تقدر تضغط الت وشيفت، تقدر تصغرها تكبرها على كيفك عن طريق الالت وشيفت واتش. تبى تروح مثلا تخليها تروح مثلا تعطيها مساحة اكثر، الت تصغرها. فزي ما شايفين مرة يعني شيء جميل، انه يعني تقدر تصغر النوافذ عن طريق الكيبورد، لانه كل ما تستخدم الماوس اكثر كل ما يدك تتعب. فهذه احد الميزات الثانية. ولو مثلا عندك شاشة ثانية يعني مثلا تبغى تحط فيها نافذة الحين ما تحتاجها، فتقدر تضغط يعني اوريكم الاختصارات، تقدر تضغط سوبر او يسوي له موف تو سكرين. فزي ما شايفين حولت التيرمينال هذه عند الصفحة الثانية، ولو بشيله من الصفحة الثانية ارجعه في الصفحة دي اضغط سوبر او مرة ثانية وتغير. فهذه احد الميزات المهمة اللي يعني مثلا الناس تستخدمه مدير النوافذ فيها. فزي ما شايفين كل ما تنسى الاختصارات حقتك تقدر تضغط سوبر ويس يطلع لك الاختصارات، وبعد فترة حتتعود عليها. وهذا الشيء يعني بغاله تعود شوية، يعني مثلا مدير النوافذ مو شيء سهل، يعني مثلا زي بيئة سطح المكتب اللي متعودين تشتغل زي مثلا ماك، زي الويندوز، تشتغل يعني زي كل او تعمل بنفس الطريقة اللي تعمل بها كل الانظمة او كل بيئة سطح المكتب. ولكن مدير النوافذ شوية يبغاله تعود. وأوسم مرة مسهلة العملية بهذه النافذة اللي يعني توريك إيش الاختصارات، لأنه أغلب برامج إدارة النوافذ الثانية ما توفر هذه الميزة إلا عن طريق الترمينال اللي أنت اللي مثلا للشخص الجديد في لينكس ومدير النوافذ ما يحب يفتح الترمينال كثير. فهذا الشيء مرة مسهل العملية. ومن الأشياء اللي بنبه عليها بسرعة إنه برامج زي ما شايفين أنا حاطها يعني باختصارات تزارير، يعني سوبر ان يفك لي متصفح البرامج متصفح ملفات وسوبر بي سوبر الت بي معليش هذه البرامج تنفتح بالسوبر والالت وبعدين الزر حق البرنامج. فزي ما شايفين هذا بولس اوديو فنقفله. وكمان عندي برنامج ايش كمان فيرتشوال ماشين اللي هو الفيرت مانجر بالفي ينفتح معانا. فهذه تريحك بشكل جدا كبير اذا انت تستخدم نفس البرامج بشكل جدا، يعني تستخدم هذه البرامج بكثره تقدر تحط لها اختصار ما تحتاج تبحث عن برنامج وتفتحه. فبرنامج اللي استخدمه اللي يظهر لي البرامج اللي انا مثبتها على شكل منيو زي ما هو موجود في بيات سطح المكتب اللي هو روفي زي ما شايفين اختصاره شيفت سوبر انتر. فزي ما شايفين برنامج مثلا السوفت وير او السيتنج ماني حاطهم كاختصار، فاقدر اشغلهم عن طريق برنامج روفي واللي هو اختصاره زي ما شايفين انا حاطه سوبر شيفت سوبر انتر. فهذه الميزات اللي يتيح لك هي مدير النوافذ. وعلى فكره هذا مو يعني انه انت لازم تستخدم اختصاراتي انا او اختصارات شخص معين ثاني. فخلونا الحين اوريكم كيف تثبتوا يعني تثبتوا البرنامج تضبط الاعدادات. فزي ما شايفين انا اخذ الاعدادات من ديسترو توب او ديريك تايلر هذه الدوت فايلز حقته، وهو كمان يعني مره شارحها بطريقه جدا سهله لاي شخص اللي بيدخل في عالم مدير النوافذ. فزي ما شايفين خشينا على اوسم وتغاضوا عن هذه الاعداد الصور والاشياء اللي في الريدمي لانها ما هي صحيحه. انا بس مستخدم نفس الريدمي فايل حقه هو لانه اخذته من عنده هنا، ولكن الاعدادات جو داخل البرنامج غير. يعني خلونا نبدا بطريقه التثبيت. عشان تعمل معاك اعداداتي حقت اوسم لازم تحمل هذه البرامج روفي اللي هو برنامج المنيو حق البرامج اللي يظهر لك البرامج اللي انت ما انت حاط لها اختصار، واوسم اللي هو برنامج المدير النوافذ، وبايكوم اللي هو مستخدم في التاثيرات اللي زي ما شايفين البلور هذا بسبب بايكوم، ونيتروجين اللي هو برنامج الوال بيبر. خلوني اوريكم هو نيتروجين تقدر تختار مثلا اي
خلفية عن طريق هذا البرنامج، واللي هو برنامج جدا خفيف. فزي ما شايفين هذا هو نيتروجين، والنتورك مانجر أبلت اللي هو برنامج الإيثرنت والواي فاي. فزي ما شايفين هذا هو البرنامج، وهذه الأشياء لازم تسويها عشان تعمل معاك إعداداتي حق التواصل اللي أنا سويتها. فبعد ما تثبت هذه البرامج كل عليك تسويه خلينا نقفل، كل عليك تسويه إنه تروح للمتصفح، تروح للدوت فايلز وتضغط هنا تسوي داونلود زيب. وممكن حياخذ معاك وقت طويل في التنزيل لانه الدوت فايلز حقتها شويه كبيره يعني. فبعد ما تنزلها في المحل اللي انت تبغاه وتفك الضغط، فبعد ما تفك الضغط عن الدوت فايلز حقتي ممكن ما تظهر لك هذه الاشياء. كل اللي عليك تسوي شو هيدن فايلز، تيجي تدخل دوت كونفيج، تنسخ اوسم روفي وبايكوم، تنسخهم وتروح للدوت كونفيج اللي موجود في الهوم. تروح فين دوت كونفيج، فين دوت كونفيج، اهو دوت كونفيج، وتلصقها هنا. فبعد تثبيتك لأوسم ويندو مانجر والبرامج ديك وتنسخ الإعدادات حقتها، تسجل خروج من سطح المكتب اللي أنت مستخدمه الآن، وتروح لصفحة اللوك سكرين أو شاشة القفل أو تسجيل الدخول، وتجي تضغط مثلا على زر معين اللي هو زر الإعدادات هذا اللي صغير يمكن مو باين دحين، أتوقع أنه إن شاء الله باين. فتضغط عليه وطلع لك أوسم. وإذا أنت كنت على أوبونتو تضغط على علامة أوبونتو إذا ما خفضني، وإذا أنت كنت على SDDM إذا ما خفضني كمان يطلع لك اسم بيئة سطح المكتب، تضغط عليها يطلع لك أوسم. زي ما شايفين هذه أغلب الشاشات القفل اللي أنا شفتها دحين عن طريق الإنترنت، وأنا ما أقدر يعني أسجل خروج وأوريكم الطريقة كيف، لأنه لو سجلت خروج ما حقدر أصور لكم، فمعليش على هذا الشيء. فبعد ما تسوي هذا الشيء، بعد ما تسجل خروج وتختار الاوسم ويندو مانجر، تسجل دخول كأنك بتسجل دخول بطريقة عادية لسطح مكتب عادي، والمفروض انه يظهر لك يعني هذه الاعدادات او هذا الشكل. فاول شيء تسويه انه تفك برنامج مثلا يعني يحرر لك النصوص، سواء كنت تبي تستخدم التيرمينال او مثلا تبي تستخدم VS Code اذا انت عندك. فخلونا نستخدم التيرمينال لانه اغلب الناس تستخدم التيرمينال. نروح للتيرمينال نكبر لكم الخط، فنضغط نانو و دوت كونفيج اوسم، وش كمان RC.low. فزي ما شايفين دخلنا على اعدادات اوسم ويندو مانجر، والشيء اللي بس تحتاج تغيره لانه انت جديد يعني مثلا على برامج ادارة النوافذ ما انت عارف ايش ممكن يضبط معاك من ناحية الزرير، تبي تغير مثلا البراوزر اذا انت ما تستخدم فايرفوكس مثلا، تبي تستخدم بريف، تدخل بريف على ما اظن اسمه بريف براوزر، خلينا نشوف بريف، اي بريف براوزر، بريف داش براوزر. فاذا انت ما تعرف اسم البرنامج بالضبط تقدر تبحث يعني بالتقريبا فيعني مثلا انا اعرف انه بريف اسمه بريف، ولكن في بعض الاحيان يسمى بريف براوزر. فكتبت بريف واضغط تاب يكمل لك الاسم الحقيقي او اسم الامر، فهذا هو اسمه بريف براوزر. فغيرت البراوزر عندي من فايرفوكس لبريف براوزر. ومثلا لو انت بتستخدم مثلا يعني محرر نصوص معين تقدر تستخدم مثلا جي اديت او اي شيء ثاني بدل كوديوم، انا استخدم كوديوم. واذا مثلا ما تستخدم مثلا يعني نوتلس في الفايل مانجر اللي هو مثلا مستكشف الملفات، تقدر تغيره لاسم برنامج معين. يعني مثلا في عندك دولفين في KDE ونيمو في سينمون او لينكس مينت، فهذه الأشياء. وإذا كنت تستخدم مثلاً ثاندربيرد بدل برنامج جيري تقدر تحط ثاندربيرد هنا. فهذه البرامج اللي أنت تقدر تغيرها، واللي على فكرة أنا يعني حملت لكم برامج، ثلاثة برامج بس اللي هي البرامج اللي مهمة عشان يشتغل معاك يعني مثلاً أوسم زي الناس، أو إعداداتي تشتغل معاك زي الناس، اللي هي أوسم نفسه وروفي
وإيش كمان الثالث؟ بايكو اللي مستخدم في تضبيط التأثيرات. فهذه الأشياء الثلاثة اللي تحتاجها، ولكن هنا تقدر تغير أشياء جدا كثير. فزي ما شايفين هذه اختصارات اللي أنا حاطها على الكيبورد. المود كي اللي هو ويندوز كي، ولو نطلع فوق هتشوفوا ويندوز كي. فزي ما شايفين مود كي اللي هو مود 4 اللي هو ويندوز كي، والالت كي اللي هو مود 1، والمود كي 1 اللي هو كنترول. فاذا انت مثلا نسيت اي ايش يعني مود كي تقدر تطلع فوق تشوف. فزي ما شايفين زر الويندوز والالت كي والبي يفتح لنا براوزر اللي زي ما وريتكم هو هنا. فهذا هو الشيء اللي موجود قدامكم. يعني تبغى تغير، ما تبغى المود كي، ما تبغى زر الويندوز، تقدر تغير لاي زر ثاني. وهذه الاشياء اللي يعني لا تقدر تغيرها. فيعني مثلا لو تبغى تغير نقول من زر البي، تبغى زر نقول زد لسبب معين، تضغط اس وتسوي ريلود لأوسم ويندو مانجر. لازم تسوي ريلود بعد اي تحديث او اي تغيير انت تسويه. فغيرنا هذا الاختصار، نضغط سوبر اللي هو ويندوز كي وشيفت وار عشان نسوي ريلود، وحياخذ وقت ممكن حتى يسوي ريلود. فزي ما شايفين بسوي ريلود الان، ودحين صار الريلود. فلو نضغط دحين سوبر ويندوز كي مثلا والت وزد يفتح لنا المتصفح زي ما شايفين. انا حاطه بريف. فهذه الاشياء اللي تقدر تغيرها انت، تقدر تغيرها على كيفك، ولكن انا متعود على سوبر الت بي، ف حكون زي كذا دائما. فخلونا ننزل الاشياء الثانيه اللي لازم انت تسويها. فزي ما شايفين هذه البرامج اللي لازم تكون فلوتينج عشان تعمل بطريقه تمام. زي ما شايفين مثلا برنامج اي راندر اول واحد لو ابحث عنه حيكون فلوتينج. فزي ما شايفين وعلى فكره لو تبغى تخلي البرنامج يعني تجره زي ما تجر في سطح مكتب عادي، بتضغط سوبر اللي هو ويندوز كي مره ثانيه. بعودكم على اسم سوبر لانه هو مستخدم في كل معززات الناس. فزر السوبر اللي هو ويندوز كي مع زر الجر اللي موجود على الماوس تقدر تجر النافذه، تقدر تكبرها بالزر اليمين زي ما شايفين، تقدر تصغر وتكبر النافذه بزر السوبر وزر اليمين زي ما شايفين. هذه هي الاشياء اللي لازم تسويها اذا كانت النافذه يعني فلوتينج. خلونا نغلقها سوبر كيو للاغلاق اللي انا مسويه، الاختصار اللي انا مسويه. فزي ما شايفين هنا برنامج نيتروجين اللي هو برنامج الوول بيبر اللي نسيت اقول لكم لازم تحملوه، لازم تحملوه معليش. اللي هو دحين ثلاثه برامج لازم تحملوها اللي هي روفي اوسم بايكوم وكمان ايش برنامج نيتروجين. فزي ما شايفين كل ما يشتغل معانا اوسم اخلي برنامج الوول بيبر يحط الوول بيبر، لانه اذا ما حطها حتكون شاشه سوداء. وزي ما شايفين اشغل بايكوم كمان عشان التاثيرات تشتغل، ونتورك مانجر ابلت عشان الواي فاي والايثرنت يشتغل معانا زي الناس. والفوليوم ايكون هذا ما منه فايده، هذا استخدمه في مدير نوافذ ثاني اقدر امسحه. وهذا برنامج زي ما شايفين اخر شيء اللي يشتغل لما انت مثلا تحتاج تشغل برنامج بسودو باسورد مثلا، زي يعني جروب كاستمايزر زي اي برنامج تاني يحتاج الروت باسورد، او يحتاج يعني مثلا تشغله كمسؤول على قولهم مثلا. وعلى فكره محل البرنامج اللي هو في النهايه هذا هو يختلف من توزيع لتوزيع، بعض التوزيعات تكون في هذا الباث، بعض التوزيعات تكون في باث ثاني. فعلى حسب توزيعتك انت لازم تبحث عن فين هم يحطوا البوليسي كيت، هذا برنامج البوليسي كيت. وهذا برنامج بوليسي كيت اللي لازم تستخدمه عشان تشغل برنامج معين كمسؤول او باستخدام باسورد او كلمة المرور حقت السودو او الروت. وعلى فكرة البرنامج هذا يختلف محله في النظام من توزيع لتوزيع ثانية. فزي ما شايفين في بعض التوزيعات ممكن يكون هذا المكان باهان، ممكن في توزيع ثاني يكون مكان ثاني، كل توزيعة وحركاتها عاد اشتوي. فانت لازم تتعرف على محل توزيعة او برنامج البوليسي كيت في توزيعتك عشان اشتغل البرنامج ده يعني عشان اشتغل ده البرنامج معك وشغل لك البرامج اللي تحتاج سودو باسورد. واذا ما انت عارف فين المحل تقدر تشغل برنامج معين
بدل ما البوليسي كيت يشغل لك هو، تقدر تشغله عن طريق التيرمينال سودو اسم البرنامج مثلا جرب كستمايزر، انا اعرف انه يستخدم السودو باسورد، فنضغط كستمايزر فزي ما شايفين يطلع لنا، فزي ما شايفين هذا هو جرب كستمايزر معانا اشتغل، اللي هو برنامج يحتاج السودو باسورد. فوريتكم الان كيف تثبتوا البرنامج مدير النوافذ اللي هو اوسم، كيف مثلا ممكن تعدلوا على الاعدادات، يعني مثلا تغير البراوزر من فايرفوكس لبريف، مثلا كمان تقدر تغير الاختصارات، وكمان يعني برامج هذه اللي ممكن لازم تستخدمها عشان تعطيك تجربة افضل في مدير النوافذ. فبكذا انت يعني عندك البيسك في برامج ادارة النوافذ، فاحس انه يعني شرحت لكم هو بطريقة جدا سهلة. فاذا عندك اي سؤال او اي شيء ما انت فاهمه اكتب لي هو في الكومنتس، ممكن اسوي فيديو ثاني عن هذا الموضوع واشرحه بطريقة افضل. واذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير، واذا تبي تدعم القناة سويت صفحة على الباتريون تقدر تروح تدعمني هناك، واكون جدا شاكر لك. كان معكم اخوكم محمد البلوشي، والسلام عليكم.